بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب وطالبات الطب المخبري المستوى الأول في جامعة الإسراء، أهلا وسهلا فيكم. بهذا الفيديو راح نستكمل شابتر 7، تكلمنا فيه عن مكونات وتركيب الغشاء البلازمي. مراجعة بسيطة هيك حنتكلمها عن البلازما ممبرين. قلنا إنه البلازما ممبرين بيتكون من 3 مكونات أساسية، اللي هي الليبت، الدهون. فصلنا مين هي الدهون بالضبط، اللي هي الفوسفوليبت. الفوسفوليبت بتتكون من طبقتين مزدوجتين من الفوسفوليبت، الغشاء البلازمي. الهيد، ايش مكونات الفوسفوليبت؟ قلنا الهيد والتيل. الهيد بيكون بولر والتيل بيكون نان بولر. قلنا انه تاني مركب اللي هو البروتينات. البروتين بيكون يا إما انتجرال يا إما بيريفيرال، بيكون جانبي، يا إما متصل بالإيش، بالأغشية أو الفوسفوليبيد أعلى الغشاء البلازمي أو أسفل البلازما ميمبرين، أو انتجرال بيكون داخل البلازما ميمبرين. اتكلمنا كمان عن الكربوهيدرات. قلنا إنه الغشاء البلازمي هذا بيتكون من، بيكون يا إما بولر أو نان بولر. الجزء البولر بيكون باتجاه إلى الأعلى بسبب الفوسفوليبيد، والنان بولر بيكون داخل إلى الداخل الذيول، لأنها هي إيش، غير محبة للماء، هيدروفوبيك. طب كيف بنتو، قلنا إنه خاصية الغشاء البلازمي إنه إله خاصية اللي هي selective permeability، يعني إله نفاذية اختيارية. المواد اللي هي بتكون بتحب أو محبة بتمر، مثلا عندي الجزء المحب، في مواد ممكن إنها تكون محبة وفي مواد بتكون كارهة للماء، فكيف هذه بدها تمر داخل الغشاء البلازمي؟ الجزء المحب حيكون وين؟ حيكون على السطح مثلا. طب كيف بده يدخل جوا؟ فبيحتاج إلى وسائط إنها تنقله، مش بسهولة بينتقل. لكن لو مواد كارهة مثلا حتنتقل برضو في الجزء اللي حتكون موجودة، اللي هي في الجزء التيل، إنها علشان إحنا نعمل على نقل المواد إذا كانت محبة أو إذا كانت كارهة للماء، كيف هي راح تنتقل عبر الغشاء البلازمي. فعلشان هيك بنحتاج إلى بعض المواد إنه تنقلها، مثل قلنا البروتين له خاصية اللي هي النقل. راح نشوف الممبرين ستراكتشر results in selective permeability. نتيجة لتركيب الغشاء البلازمي حينتج عنه selective permeability اللي هي النفاذية الاختيارية. ليش؟ قلنا لأنه بيتركب من حاجة، جزء بولر هيدروفيليك ونان بولر هيدروفوبيك. بيكون في عندي بروتين، والبروتين هذا في جزء منه هيكون محب وفي جزء منه بيكون كاره أيضا، اللي هي قلنا الألفا هيليكس، الجزيئات اللي بتكون موجودة. A cell must exchange materials with its surroundings, a process controlled by the plasma membrane. حتغير الخلية المواد مع المحيط اللي حواليها عن طريق عملية بتتحكم فيها، اللي هي الغشاء البلازمي. يعني الغشاء البلازمي هو اللي بيتحكم في نقل ودخول وخروج المواد من وإلى الخلية. البلازما ميمبرينز ار سيلكتيفلي بيرميبل، له خاصية النفاذية الاختيارية. ريجوليتينج ذا سيلز مولكيولار ترافيك، بيعمل على ايش؟ بيعمل على تنظيم حركة الخلية الجزيئية. A steady traffic of small molecules and ions moves across the plasma membrane in both directions. الحركة الثابتة من الجزيئات والأيونات الصغيرة بتتحرك عبر الغشاء والبلازما في كلا الاتجاهين. مثل إيش؟ السكريات، الشوغرز، الأمينو أسيدز and other nutrients enter the cell and metabolic waste products leave it. اللي هي السكر، الأحماض الأمينية، النيوتريينتس تدخل للخلية، والميتابوليك ويست اللي هي الفضلات الأيضية تترك خارج الخلية، بتطلع
فيش فيها مشكله. cell membranes are selectively permeable and substances do not cross the barrier indiscriminately. ما بتنتقل هذه المواد بشكل عشوائي، إلها خاصية النفاذية الاختيارية، هي بتختار هذه المواد اللي بتاخدها أو بتطلعها. The permeability of the lipid bilayer، كيف إحنا بدنا نشوف النفاذية الطبقتين المزدوجتين من الدهون. Non-polar molecules، الجزيئات الغير قطبية، مثل إيش؟ الهيدروكربونز، الكربون ديوكسيد، ثاني أكسيد الكربون، والأكسجين are hydrophobic، هي كارهة للماء. And can therefore dissolve in the lipid bilayer، ممكن إنهم يدوبوا في الطبقتين المزدوجتين of the membrane and cross it easily without the aid of membrane proteins، ممكن إنهم يمروا بدون مساعدة. يبقى في عندي المواد تنقسم إلى قسمين، مواد non-polar ومواد polar. النانبولر حيمروا بسهولة، مثل إيش؟ الهيدروكربونز، لأنه الديول للفوسفوليبيد عبارة عن هيدروكربونز، حتمر بسهولة. الكربون ديوكسيد حيمر بسهولة، الأكسجين حيمر بسهولة. الهيدروفيليك مولوكيولز، المواد المحبة including ions and polar molecules pass only slowly through the lipid bilayer، حيمروا ببطء عبر الغشاء المزدوج. And even water، والمي. And extremely small polar molecule does not cross very rapidly، مش حيمروا إيش الجزيئات هذه، مش حتمر بسرعة كبيرة. يعني الغشاء البلازمي قلنا بيتكون من طبقتين مزدوجتين من الفوسفوليبيد، من هيد وتيل. قلنا الهيد هيدروفيليك والتيل هيدروفوبيك. في جزيئات النانبولر حتمر بسهولة، لكن المواد الهيدروفيليك مثل ايش؟ مثل الايونات، مثل المي، فهي إلها بولر، حتكون جزيئات بولر، فمش راح تمر بسهولة. فكيف بتنتقل؟ قلنا أول إشي عندنا البروتين من تاني مركبات لداخل الغشاء البلازمي، وهو اللي بتحكم في عملية النقل المواد من وإلى خارج الخلية. في الفيديو السابق حكينا اللي بيتحكم في نقل المواد اللي هو البروتينات، قلنا عندها عدة وظائف، من أهم الوظائف اللي هنشرحها بالتفصيل اللي هي الترانسبورت بروتينز، البروتينات الناقلة. Cell membranes are permeable to specific ions and variety of polar molecules. These hydrophilic substances can avoid contact with the lipid bilayer by passing through transport proteins that span the membrane. راح تنتقل الجزيئات كيف؟ عن طريق بروتينات ناقلة، عن طريق بروتينات ناقلة تكون موجودة على امتداد الغشاء. Some transport proteins called channel proteins، في قناة، function by having a hydrophilic channel that certain molecules or atomic ions use as a tunnel through a membrane. هيكون في عندي أنا حاجة بنسميها التونل، قناة خاصة إنها بتعمل على نقل هذه المواد أو نفق بيصير بينقل المواد. على سبيل المثال ضارب مثال اللي هي جزيئات الماء، كيف بتمر؟ عن طريق قنوات خاصة بنسميها الأكوابورنز. أكوابورنز in certain cells is facilitated by channel proteins known as aquaporins، عن طريق ثقوب مائية مثلا بيتم تسهيل هذه الجزيئات الماء عبر الايش القنوات هذه اللي بتكون موجودة او نفق بيكون موجود داخل البروتين. تاني ممكن او انه ممكن ينتقل عن طريق other transport protein called carrier proteins، بروتينات حاملة.
hold on to their passengers and change shape in a way that shuttles them across the membrane. A transport protein is specific for a the substance it moves. إنه بيعمل هذا البروتين على نقل المواد من داخل الخلية إلى الخارج فبيغير شكله. هاي شكل البروتين الأول اللي بينقل جزيئات الماء اللي لونها أزرق عن طريق حاجة بنسميها التونل. قلنا هذا اللي برا الإكسترا سيليولر واللي جوا الإيش داخل الخلية. هاي الغشاء البلازمي، هاي الإكسترا سيليولر فلويد، السائل خارج الغشاء البلازمي بده يدخل للخلية مي عن طريق تونل، نفق خاص بتمر فيه الخلية. ليش تحتاج إلى نفق؟ لأنه الووتر قلنا عبارة عن بولر قطبي، صح؟ محب بيحمل أيونات مثلا إيش؟ بولر قطبي. فكيف بده يدخل والغشاء البلازمي معظمه ذيول هيدروفوبيك كارهة، فمش راح يقدر، راح يلتصق على السطح عند الـ عند الـ عند الهيد بس، مش راح يمر، مش راح يقدر يخترق الذيول. فعشان البولر إلى الووتر خاصية البولاريتي إنه هو قطبي، فإيش راح يعمل؟ راح إله يكون قنوات خاصة أو نفق خاص فيه، فحيسمح له بالمرور من خارج الخلية إلى الداخل. هاي ترانسبورت عن طريق الأكوا بورنز. تاني حاجة إنه ممكن ينقل المواد البروتينات هذه اللي بتكون موجودة الناقلة عن طريق إنها بتغير شكلها، بتفتح في كلا الاتجاهين. دخلت الجزيئات اللي هي الحمراء اللي هي إيش مالها بولر أيونات مثلاً، بده ينقلها من داخل الخلية إلى الخارج. ممكن إنه النقل هذا بيحتاج إلى طاقة ATP، وممكن في نقل ما بيحتاج إلى طاقة. حنتعرف على أنواع النقل بالتفصيل. Passive transport is diffusion of a substance across membrane with no energy investment. عندنا نوعين من أنواع النقل إحنا، نقل بيحتاج إلى طاقة ونقل ما بيحتاج إلى طاقة. هلأ إحنا هنتكلم اليوم على النقل الباسيف ترانسبورت، النقل اللي ما بيحتاج إلى طاقة. النقل اللي بيحتاج إلى طاقة بنسميه أكتيف ترانسبورت. عندنا نوعين من أنواع النقل، وكل واحد فيه بندرج تحته أنواع تانية. أول إشي الباسيف ترانسبورت، الباسيف ترانسبورت اللي هو النقل السلبي، وهو نقل بيندرج تحته شغلتين تنتين، الديفيوجن والخاصية الاسموزية الاسموزس. هنشوف أول إشي الديفيوجن، الديفيوجن الانتشار، the movement of molecules of any substance so that they spread out evenly into the available space. Each molecule moves randomly, diffusion of a population of molecules may be directional. هي حركة الجزيئات المادة تنتشر في الفراغ في الفضاء في السبيس. كل الجزيئات بتتحرك بشكل عشوائي في إيش في اتجاهات، تتحرك عشوائيا، بيكون انتشارها إيش هاي الجزيئات اتجاهيا من التركيز المنخفض إلى التركيز، من التركيز المرتفع إلى التركيز المنخفض. حنشوف الصورة بهذه كيف حركة الجزيئات المولكيولز نت ديفيوجن، كيف اللي هي الانتشار الجزيئات من التركيز المرتفع إلى التركيز المنخفض. Carefully to appreciate how diffusion would result in both solutions having equal concentrations of the dye molecules, once that point is reached, there will be dynamic equilibrium with as many dye molecules crossing the membrane each second in one direction as in the other. هتتحرك حركة الجزيئات من منطقة التركيز المرتفع إلى منطقة التركيز المنخفض لغاية لما أحصل أنا على الاتزان الديناميكي.
الديناميك إيكوليبريم لغاية لما أوصل لحركة الاتزان الديناميكي. خلاص عندي أنا مثلا diffusion of one solute، عندي أنا صبغة حطيناها مثلا في كوباية مي، إيش راح يصير في الصبغة لما أنا أحطها في كوباية المي؟ راح تنتشر الجزيئات لغاية لما الكوباية كلها تصير لونها باللون الصبغة اللي أنا حطيتها. فهلأ في عندي أنا مثلا هاي المولوكيول دايز داخل الغشاء البلازمي، حطينا مثلا عندي الصبغة، إيش راح يصير؟ وهي عندي مي، راح تنتشر الجزيئات عبر الغشاء البلازمي من منطقة التركيز المرتفع إلى منطقة التركيز المنخفض لغاية لما أوصل للإكوليبريم. إيش يعني إكوليبريم؟ حالة الاتزان، إنه صارت المنطقتين متساويتين في التركيز. عندي أنا diffusion of two solutes، حطيت محلولين مثلا، فإيش اللي راح يصير؟ برضو راح تتحرك الجزيئات من التركيز المرتفع إلى التركيز المنخفض. اللون المحلول اللي حطيته مثلا أنا اللون اللي باللون الأصفر من منطقة التركيز المرتفع راح يتجه لمنطقة التركيز المنخفض، واللي حطيته في اللون الموف راح يتحرك من التركيز المرتفع للتركيز المنخفض لغاية لما تتساوى. عندي أنا مثلا هنا لو عديناهم المحاليل قديش عددهم هون، حنلاقيهم متساويين في العدد في كلا الاتجاهين في كلا الجهتين، وصلنا لمرحلة الاتزان. أنا عندي هنا 1 2 3 في الجهة هاي، وواحد 2 3 في الجهة هاي باللون الموف اللي باللون الأصفر، 1 2 3 4 5 6 في 1 2 3 4 5 6. خلص وصلت لمرحلة الإكوليبريم، مرحلة التعادل. أنا عندي تكلمنا عن أنواع النقل، قلنا عندي نوعين من أنواع النقل. أول نوع اللي هو النوع بنسميه الباسيف ترانسبورت، النقل السلبي. هذا النقل السلبي بيندرج تحته حاجتين، الأسموزيس الخاصية الأسموزية والديفيوجن. الديفيوجن هو الانتشار. إيش يعني سلبي؟ سلبي يعني ما بيحتاجش إلى طاقة لما أنا بنقله، بينتقل من حركة الجزيئات من منطقة التركيز المرتفع إلى منطقة التركيز المنخفض بدون طاقة، without need energy، ما بيحتاجش إلى طاقة، بيتحرك زي ما إحنا شايفين من منطقة التركيز المرتفع إلى منطقة التركيز المنخفض بدون طاقة. A substance will diffuse from where it is more concentrated to where it is less concentrated. حيتحرك من منطقة التركيز المرتفع إلى منطقة الأقل تركيز. A substance is diffused down their concentration gradient, the region along which the density of chemical substance increases or decreases. إيش اللي راح يصير؟ يا إما حيصير الكثافة إنها تتزايد أو إنها إيش تتناقص على حسب انتشار المحلول. No work must be done to move substance down the concentration gradient، لأنه هو ما بيحتاجش إلى طاقة لأنه ماشي مع منحدر التركيز. The diffusion of substance across biological membrane is passive transport. بنسميه passive transport النقل السلبي because no energy expended by the cell to make it happen. ما فيش عندي أنا سميته passive transport لأنه ما بيحتاجش إلى طاقة. In the case of water, aquaporins allow water to diffuse very rapidly across the membranes of certain cells. في حالة المي فهي إيش بتمرق أو تنتشر هذه المي بسرعة عبر الغشاء of certain cells للخلايا عن طريق اللي هي التونلز القنوات. طيب تاني حاجة من أنواع النقل إحنا بنقول اللي هي الخاصية الإسموزية، ال effects of osmosis on water balance، تأثير وهذه الخاصية الإسموزية خاصية للماء، إلها خاصية بنسميها الخاصية الإسموزية. Is the diffusion of water across a selectively permeable membrane؟ هي حركة جزيئات الماء عبر غشاء شبه نفاذ. The water diffuses across the membrane from
the region of lower solute concentration يعني higher free water concentration to that of higher solute concentration lower free water concentration until the solute concentration on both sides of the membrane are equal. بينتقل الماء من منطقة المحلول ذات التركيز المنخفض اللي هو الماء ذات التركيز المرتفع إلى منطقة المحلول ذات التركيز المرتفع. المحلول نفسه هو اللي بينتقل، يعني الماء ذات التركيز المنخفض. هذه هي الخاصية الإسموزية لغاية لما يوصلوا لحالة الاتزان عبر غشاء شبه نفاذ. هلأ أنا عندي lower concentration of solute sugars، إيش مال تركيز اللور التركيز السكر؟ قليل زي ما شايفين اللي هو لونه أخضر، تركيزه قليل. وعندي أنا مثلا هاي عندي تيوب تو تيوب، تيوب أنبوبة على شكل اليو، تيوب على شكل اليو، في عندي بالنص هنا غشاء بلازمي تجربة. ففي عندي أنا هنا محلول السكر، محلول السكر سوليوت، إيش مال تركيز السكر فيه؟ قليل، لكن في الناحية الثانية higher concentration of solute. المي وين راح يتحرك؟ راح يتحرك من منطقة التركيز المحلول التركيز المنخفض إلى منطقة التركيز المرتفع عبر غشاء شبه نفاذ المي. فشوفوا الناحية الثانية كيف صار فيها، إنه التيوب هذه اللي على شكل اليو قلت المي. ليش؟ لأنه المي انتقل من منطقة التركيز المنخفض إلى منطقة التركيز المرتفع لغاية لما يوصل لحالة إيش؟ هذه هي الخاصية الإسموزية، إنه حركة المي من منطقة التركيز المنخفض للمحلول. طب كيف بيكون تركيز المي فيه؟ حيكون عكسه، تركيز المي عالي. لكن في الناحية الثانية لما يكون تركيز السوليوت عالي، كيف تركيز المي؟ حيكون قليل. إذن هو تحرك من منطقة التركيز المي المنخفض إلى منطقة التركيز المرتفع للماء، لكن في السوليوت من منطقة التركيز المنخفض إلى منطقة التركيز المرتفع. وبهذه هي الخاصية الإسموزية. تاني نعيدها، هي حركة الجزيئات أو حركة المحلول، حركة الماء من منطقة المحلول ذات التركيز المنخفض إلى منطقة المحلول ذات التركيز المرتفع. إيش بيكون في المي؟ المي بيكون تركيزه مرتفع، بينتقل تركيز المي المرتفع إلى منطقة التركيز المي المنخفض لأنه السوليوت أكثر من المي. الwater balance of cells without cell walls يعني توازن الماء بدون جدار الخلية. في عندي حالة إيش بده يصير فيها، أو توازن الماء without cell walls كيف بيصير، أو تأثير التوازن الماء على الخلية الحيوانية بالمقارنة على الخلية النباتية. يعني كأنه هيك إحنا بنحكي من الكائنات الحية اللي ما عندهاش cell wall، الخلية الحيوانية، لكن الخلية النباتية إيش بيكون في عندها؟ بيكون في عندها cell wall. فبدنا نشوف تأثير المي على الخلية الحيوانية. في عندي إشي بنسميه tonicity. Tonicity is the ability of surrounding solution to cause a cell to gain or lose water. قدرة الخلية أو المحلول على فقدان الماء أو اكتسابها، قدرة المحلول على فقدان الماء واكتسابها، قدرة المحلول المحيط على فقدان الماء أو اكتساب الماء. If a cell without a wall بدون جدار such as animal cell، بتكلم هون عن الخلية الحيوانية، is immersed in an environment that is isotonic to the cell. Iso means same، يعني حيكون في عندي محلول متعادل. There will be no net movement of water across the plasma membrane. في المحلول المتعادل حيكون تركيز الخارجي بيساوي التركيز الداخلي، فما بيصيرش إيش؟ تغيير لداخل الغشاء البلازمي. أما الهايبرتونيك solution، السوليوت concentration تا
تركيز السوليوت is greater than that inside the cell، حيكون تركيزه أعلى من داخل الخلية، حنسميه hyper means more. الهايبوتونيك اللي هي solution solute concentration is less than that inside the cell. Cell gains water. Hypo means less. معناتها أقل. يعني تركيز السوليوت أقل من تركيزه داخل الخلية. حنشوف الخلية الحيوانية إيش تأثير المي عليها بدون بلازما بدون cell wall. أول إشي عندي أنا في المحلول الهايبوتونيك. الهايبوتونيك قلنا إيش يعني هايبوتونيك؟ يعني تركيز السوليوت أقل الكونسنتريشن أقل من داخل الخلية. إيش راح يصير في الخلية؟ لايزد، راح يصير لها لايزد، حتنفجر. لكن لما يكون تركيز المي خارج الخلية بيساوي داخلها، فحيكون عندي ايزوتونيك. المحلول ايزوتونيك حيكون تركيز المي خارج الخلية بيساوي التركيز داخل الخلية، فحيكون الوضع نورمال، مش حيصير إشي للخلية. في الوضع الهايبرتونيك لما يكون تركيز السوليوت خارج الخلية أعلى من داخل الخلية، إيش راح يصير للمي؟ راح يصير للمي إنها تطلع من داخل الخلية هاي، فحيصير لها shriveled أو shrinkage، حتنكمش. وهذا الإشي مهم في أنابيب الدم. لما إحنا نعمل عملية سحب الدم فلازم يكون كمية مانع التجلط والمي والدم اللي إحنا راح نحطه في الأنبوبة في المقدار المسموح لإله. لأنه إيش راح يصير إذا كان hypertonic، يعني إذا كان تركيز المانع التجلط أعلى من تركيز الدم، ايش راح يصير؟ راح يصير عندي انا شرينكيج. ولو كان العكس انه انا قللت من هذا مانع التجلط كان هايبوتونيك، ايش راح يصير للخلايا داخل الانبوبه؟ راح يصير لها رابتشر ولايزد. فلازم يكون عندي انا عشان احافظ على خلايا الدم فلازم تكون في محلول ايزوتونيك اللي هو محلول متعادل او كميه متساويه من كميه الدم وكميه مانع التجلط علشان احافظ على كرات الدم الحمراء. هذا إشي علشان انتوا حتصيروا تحاليل طبيه تستفيدوا منه. تاني راح نتكلم على النقل الباسيف ترانسبورت. قلنا عندنا نوعين من انواع النقل، الباسيف ترانسبورت والاكتيف ترانسبورت. بهذا الفيديو راح نتكلم بس على الباسيف ترانسبورت، والفيديو الثاني حنتكلم على الاكتيف ترانسبورت. الباسيف ترانسبورت هو النقل السلبي، هي حركة الجزيئات من منطقة التركيز المرتفع إلى منطقة التركيز المنخفض، ما بيحتاجش إلى طاقة. إيش إله أمثلة؟ الديفيوجن الانتشار، وإله الخاصية الإسموزية للماء. حركة الماء من منطقة التركيز المرتفع إلى منطقة التركيز المنخفض، التنين ما بيحتاجوا إلى طاقة. الخاصية الإسموزية للماء والديفيوجن، هاي الأمثلة عليها. الديفيوجن هي الانتشار، زي لما إحنا نرش ريحة بالجو، إيش صار الريحة؟ تنتقل، تحسوها انتشرت. كيف؟ من منطقة التركيز المرتفع إلى منطقة التركيز المنخفض. هل احتاجت إلى طاقة؟ ما بتحتاجش إلى طاقة، لأنه خلص مع منحدر التركيز، إنه خلص زي كأنه إحنا عندنا مثلا لو مثلا في زحليقة، لما إحنا نكون عليها الشخص اللي بيكون في أعلى الزحليقة بينزل بسهولة، ما بيحتاج إلى دفع. لكن لو بده يصير العكس إنه من تحت إلى أعلى، فبده مجهود إنه يطلع على هذه الزحليقة ويصير إلى الأعلى، بحتاج إلى دفع، بحتاج إلى طاقة، بحتاج إلى إنه يتعب هو ويمشي عكس منحدر التركيز. فهو مع منحدر التركيز من منطقة التركيز المرتفع إلى منطقة التركيز المنخفض لغاية لما خلص يوصلوا إلى التساوي أو التعادل، مرحلة بنسميها dynamic equilibrium، مرحلة الاتزان. ممكن إنه يصير في انتشار لمحلول واحد أو محلولين، حكينا، فكلهم حيتحركوا من منطقة التركيز المرتفع إلى منطقة التركيز المنخفض وما بتحتاجش إلى طاقة. خاصية الماء الأسموزية هي انتشار الماء عبر غشاء selectively permeable membrane، حركة الماء من منطقة التركيز المرتفع إلى منطقة التركيز المنخفض. لمين؟
بينتقل ال water diffuses region of lower solute للمحلول اللي تركيزه منخفض إلى منطقة ال solute concentration العالي لغاية لما يوصلوا للتساوي. لكن المي إيش بيكون في منطقة المي؟ هي تركيزها مرتفع إلى منطقة المي اللي تركيزها منخفض. وشرحنا هنا الأنبوب اللي هو اللي بحرف اليو، كيف عندي أنا تركيز السوليوت قليل لكن حيكون العكس، تركيز المي أعلى، فحينتشر. يا بتحفظوها بالماء إنه تحركة جزيئات الماء من منطقة التركيز المرتفع إلى منطقة التركيز المنخفض، فحيكون عكسها السوليوت اللي هي المحلول سكر تركيزه منخفض حينتقل إلى عبر غشاء شبه نفاذ إلى إيش؟ منطقة التركيز المنخفض. فحركة الماء هون إيش صار لها في التيوب الثاني؟ إنها قلت. حكينا إنه تأثير المي على الخلايا، أول واحدة حكينا الحيوانية، الثانية حنشوف الخلايا النباتية. الخلايا النباتية إيش اللي بيصير عليها لو إحنا حطيناها في محلول هايبوتونيك والهايبرتونيك؟ حنشوف الشكل. أول إشي أنا عندي البلانت سيل، حطيناها في محلول وكان هذا المحلول هايبوتونيك، حيصير لها تورجد نورمال، حتمتلئ لكن حتكون طبيعية. في الأيزوتونيك فلاكسيد، حتكون الخلية طبيعية فلاكسيد يعني ممتلئة عادي، لكن لما يكون في المحلول الهايبوتونيك حيصير لها تورجد. الجدار الخلية منع الخلية النباتية انه يصير لها رابتشر زي الخلية الحيوانية، لكن انا لما احطها في المحلول الهايبرتونيك ايش راح يصير لها؟ بلازمولايزد. بلازمولايزد يعني حيطلع منها الغشاء، البلازما حتتحرر من وين؟ من داخل الخلية. حيصير بلازمولايزد يعني البلازما راح تطلع من داخل الخلية. خلصنا. حنقول الهايبرتونيك أو هايبوتونيك environment secrete osmotic problems for organisms، سواء كان الهايبرتونيك أو الهايبوتونيك environments البيئة حتعمل لي إيش؟ مشكلة أسموزية للكائنات الحية. الأوزموريجوليشن التنظيم الأسموزي، the control of solute concentrations and water balance is necessarily adaptation for life in such environments. الأزموريجوليشن تنظيم الأسموزي كتير مهم لبعض الكائنات الحية علشان تساعدها على التكيف في البيئة. The protist paramecium lives in bond water environment which is hypotonic to the cell. Has contractile vacuole that acts as a pump. في عنا إحنا البراميسيوم بتعيش في بحيرة الماء البوند ووتر أو المستنقعات أو بركة المياه بتكون موجودة فيها، فبيكون المحلول اللي هي فيه هايبوتونيك. هايبوتونيك إيش يعني هايبوتونيك؟ يعني تركيز السوليوت أقل من تركيزها داخل الخلية. عشان هي تعمل توازن أو تتعادل برا، ففي عنا إشي بنسميه contractile vacuole اللي هي الفجوة العصارية. هذه الفجوة العصارية إنها إيش بتعمل؟ بتخلص الخلية من الأيونات اللي بتكون موجودة علشان تتساوى تركيزها مع داخل الخلية من الداخل. فهذا بنسميه الأوزموريجوليشن، التوازن الإسموزي أو التنظيم الإسموزي. بعض الكائنات الحية إنها بتعمل هذه الأوزموريجوليشن، التنظيم الأسموزي. اتكلمنا هون على الwater balance of cells with cell walls، حنرجع نقرأهم إنه cell walls help maintain water balance، حيساعد أو حيحافظ على توازن الماء، مش زي الخلية الحيوانية لأنه إحنا ما في عنا بلازما ممبرين. A plant cell in a hypotonic solution swells until the wall opposes uptake the cell is no target firm. مش راح يصير له امتلاء، مش راح يصير له ايش؟ انه حتنتفخ لكن مش راح يصير لها اشي.
If a plant cell and its surrounding are isotonic, there is no net movement of water into the cell. The cell becomes flaccid. راح يصير لها إيش؟ flaccid إنها تمتلئ. In a hypertonic environment, plant cells lose water to its surrounding and shrink. راح تنكمش. الخلية النباتية راح تنكمش. As the plant cell shrivels, it is a plasma membrane. راح إيش يصير؟ انكماش للغشاء البلازمي. Pulls away. راح ينسحب from the wall. This phenomenon called plasmolysis. راح يصير في تحلل للبلازما لأنه حتخرج من داخل الخلية. Causes the plant to wilt and can lead to plant death. حتعمل ذبول للنبات ويموتها. يبقى مين اللي بيعمل ذبول للنبات ويموتها؟ الحالة اللي بلازمولايز. ليش؟ لأنه بيصير في البلازما طلعت لبرا، فبيصير في انكماش لداخل الخلية. وهنا مقارنة the water balance of living cells، حاطين الرسمتين مع بعض في المحلول الهايبوتونيك والايزوتونيك والهايبرتونيك للخلية الحيوانية، شوفوا ايش صار فيها. وللخلية النباتية، للخلية النباتية في محلول الهايبوتونيك صار لها تارجت نورمال، يعني امتلأت، لكن ما صار لهاش لايست، ما صار لهاش تحليل. ليش؟ بسبب وجود الجدار الخلوي، السيل وول اللي بيكون موجود بيحمي الخلية النباتية. في الوضع الايزوتونيك عادي، فلاكسيد امتلاء عادي. الهايبرتونيك ايش اللي بيصير؟ بلازمولايزد، وحيصير لها ذبول لهذه النبتة او النبات ويموت. وشكرا لكم لحسن استماعكم، والمحاضرة الجاي حنتكلم على النقل الميسر في كمان بواسطة كارير أو حامل. يعطيكم العافية.